خشمك وش به؟ وين ثوبك انت؟ تمشي مصلوخ انسى ذا، ما يصير يا وليدي. انت على خط الرياض. والله يا وليدي غثوني القطاوه بدخلتهم للدكان تالي الليل، وقلت بروعهم واحط قطو ميت لعلهم يخترشون ولا عاد يجون. لكن ما فاد فيهم ولا أثر. ما ودك تأخذها معك وتدفنها على دربك؟ ادفنها بين السيدين يا وليدي وجزاك الله خير. أغدي جماعتها تجي تدور عليها وتندعس وتفكنا من شرها. لقيناه قفطناه بجوجل ايرث طول عمرك. اي هذا خشمه، ساعه ونكون بالرياض ان شاء الله. انت حرامك متفصخ، لا يكون ذي الموضه هالايام. وراك ما تنطق انت اطرم. الله العالم انه اطرم، بس خليك عنه. المهم اقول لك، من كثر ما الوضع صعب صرت يا اخي ضيقت علينا بخشمك ذا. ورا ما تقعده جنبك وتفكنا، سديت علينا الله يسد على العدو. ما علينا، تقول لي يا جلال هالحين تدورون على خدامه؟ ايه ولو صار علاها. يا رجال هجت وجانا علمها انها افلحت. وشلون افلحت؟
يعني عليها العوض ومنها العوض. سافرت لديرتها. وش اللي سافرت يا خبل؟ الآدمية فيه يا طول لنا معدة طولها يا مسلم، وخر خشمك الله يهديك. أقول لك ماتت، لا حول ولا قوة إلا بالله. كانت تقطع الشارع ولقطها واحد طاير وطيرها. هذا يومها ومكتوبا علىها. كلمت المكتب. كلمتهم على خبر، قام يماطلون بالسالفة ويطولوا. ذبحتنا أنت وخشمك، وخر نبي. حلوين حلوين، هن الحيين في السليم. معك شكمان، وما في أي داعي تسوي زحمة وتشكرني على أني أنقذت حياتك. الموضوع زي براد أبو أربع. هلا شكمان، وين شكران؟ وين ما قصرت يا أخي، على الأقل قل لنا فلان. بس مو منك والله، من هالمخدة اللي في نص وجهك. ايه ايه، مو عشان يضب تلعب علي انت وهالمخدة. تعرف وش اسمك انت يا ابو مخدة؟ يلا ما هي مشكلة، المهم انك في ذا، في ذا المكان، في ذا التوقيت. خل اعلمك بس، جماعتنا ها عندها اسطورة كلنا نؤمن فيها. وشلون عرفتها؟ حكاها لي جدي يوم اني صغير. جدي قال الجدي عن سالفة قالتها أمه. جدي ها، مهم جدي الفاهي، سمعها وهي تحكيها لجارتها عقب ما قرتها منحوتة على حصاة كانت ضبط بها أظافرها. المهم الأسطورة تقول إنه في واحد فاقد الذاكرة ولابس أبيض. إيه خير إن شاء الله. زبدة، وش كنت أقول؟ إيه، واحد فاقد الذاكرة لابس ثوب أبيض بيطلع فجأة و... لحظة، أنت وش برجك يا أبو مخدة؟ أيوة العقرب، هو ده. جدي قال إن برجك بيكون كذا، أنت وخشمك ذا. عجيب والله. الأسطورة برضو تقول إنك هنا تبحث عن الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة، وأنك بتخلص جماعتي وتنقذهم من خطر وشيك، خطر قادم. خلاصنا بيكون بيدك أنت. أدري وش تفكر فيه، أدري أنك تقول في نفسك وشلون بنقذهم وأنا ضعيف، الله اللي ما نبعارف حتى أميز لون ملابسي، وفوق ذا بنص وجهي طعس ومفروض أنه خشم. ما عليك لا تخاف، أنا بكون دليلك ومعلمك وأستاذك في هالمهمة الملحمية الأسطورية العظيمة. أول شيء ببدأ فيه هو استخراج قدراتك ومهاراتك المدفونة وسط خشمك، قصدي داخلك، مدفونة داخلك وانت ما تدري عنها، لأنك بتحتاجها برحلتنا الطويلة. بس قبل هذا كله لازم نعدل مظهرك، لازم نعدل شكلك يا أخي، كأنك مشرد. أول شيء يبيلك ثوب. تعال أكيد في خياط منه ولا منه. يلا مشينا نسأل. Ah!